السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الصفحة 15 من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى أنكم تزيدوا الدعم قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا اليوم إن شاء الله غادي نديرو دائما في الوحدة الأولى، اليوم ان شاء الله مع جهاز اخر وهو الجهاز الدوراني. ملي كنتكلموا على الجهاز الدوراني يعني كنتكلموا على القلب الدرجه الاولى. الحصه الخامسه اعضاء الجهاز الدوراني ووظائفها لدى الانسان، وبالتالي في هذه الحصه ان شاء الله غادي نعرفوا اعضاء الجهاز الدوراني، يعني الاعضاء اللي كيتدخلوا في دوران ديال الدم للقلب الى غير ذلك. اذا اعضاء هذا الجهاز الدوراني ووظائفها لدى الانسان. إذا كما دائما غادي نبداو بواحد الصورة ديال الانطلاق، هي هذه: طبيب يفحص مريضا، وكذلك بهذه الوضعية ديال الانطلاق اللي كاينة في ألاحظ. إذا ألاحظ، جوبسيرف. رافقت عليا قريبا لها أحس بألم في صدره. إذا هاد عليا مشات مع واحد القريب لها إلى الطبيب لأنه أحس بألم في صدره، فالتقطت الصورة جانبه. إيوا، وصورت هاد الصورة هذه. فتبادرت لديها عدة تساؤلات حول علاقة اليد بألم الصدر، وبقات كتصور راسها علاش الطبيب كيقيس لنا داك المريض داك القريب ديالها هنايا، شنو العلاقة ما بين اليد والصدر؟ إذا هذا هو التساؤل اللي سولات راسها. إذا حنايا شنو هو التساؤل أو السؤال ديال التقصي اللي غادي يجي مناسب مع الوضعية وكذلك مع الصورة؟ غادي نسولو السؤال اللي خاص بالحصة، وهو: ما هي أعضاء الجهاز الدوراني وما هي وظائفها لدى الإنسان؟ إذا هذا هو السؤال، وغادي نكتبوه في ورقة مستقلة كما تعودت دائما. إذا نكتبو: ما هي أعضاء ماذا؟ أعضاء الجهاز الدوراني. أعضاء الجهاز الدوراني، وما هي وظيفة كل عضو او لا كل جزء. صافي، هذا هو سؤال تقصي. بالنسبه للفرضيات، افترض ان ماذا؟ ان الجهاز الدوراني يتكون من القلب والاورده والشرايين. نحن كنفترضوا بان المكونات ديال الجهاز الدوراني هما ثلاثة ديال الحوايج: القلب والاورده والشرايين. نعم، افتراض اخر، افترض ان دور القلب يتجلى في توزيع الدم على الاعضاء. اذا ان القلب او ان دور القلب يتجلى في توزيع ماذا؟ توزيع الدم على الاعضاء. إذن القلب كيوزع الدم على الأعضاء. افتراض آخر، افترض أن للأوردة دور في نقل الدم، نعم نقل الدم من الأعضاء، إن نقل الدم من الأعضاء إلى ماذا؟ إلى القلب. بما انه القلب الدور ديالو كيتجلى في توزيع الدم على الاعضاء كامله، هاد الاورده هادو كيوزعوا او لا كينقلوا الدم من الاعضاء الى القلب، كيجيبوها من العضو وكيديوها للقلب. بالنسبه للشرايين، الشرايين العكس، دورها هو توزيع او لا نقل الدم من القلب الى الاعضاء. إذن الشرايين من القلب إلى الأعضاء، والأوردة من الأعضاء إلى القلب، والقلب كيوزع الدم على الأعضاء. صحيح. إذن هادو هما الفرضيات، ممكن يكونوا صحيحين وممكن يكونوا خاطئين. غادي ندرسوا الصحة ديالهم ولا الخطأ ديالهم، أتحقق جو فيغيفي. تابعوا معايا. ألاحظ الوثيقتين 1 و 2. إذا الوثيقة 1 ووثيقة 2، لأتعرف أعضاء الجهاز الدوراني. أعضاء الجهاز الدوراني غادي نتعرفوا عليهم انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من الصورة رقم 1 والصورة رقم 2. إذا انتبهوا معايا، عندنا في الصورة رقم 1 عندنا نموذج قلب لإنسان، إذا هذا القلب ديال الإنسان. رقم 2 رسم لتخطيط لدورة دموية
أو رسم تخطيطي لدورة دموية مزدوجة. إذا هنا واحد الرسم تخطيطي للدورة دموية، إذا فيه الأوردة وكذلك فيه الشرايين وفيه القلب. إذا هنا عندنا باللون الأحمر وهنا عندنا باللون الأزرق، إذا وحدة الشرايين وحدة الأوردة. إذا ثم أحددها بنقل أرقام الرسم 2 إلى الخانات المناسبة في الجدول، وثيقة رقم 3. إذا انطلاقا من الصورة رقم 1 والصورة رقم 2 غادي نحاولوا نملؤوا الأرقام اللي كاينين هنايا. عندنا العضو القلب، شريان أو شريان رئيسي، شريان رئوي، وريد رئوي، وريد أجوف، شعيرات دموية، دورة دموية صغرى ودورة دموية كبرى. نبداو برقم 1، لاحظ رقم 1 هو اللي كيعني هاد هنا الشعيرات. إذا هنايا 1 هما شعيرات دموية، إذا رقم 1 هو شعيرات دموية، غنكتب 1 هنا. بالنسبة لرقم 2، لاحظ 2 ينقل الدم هنا. إذا هنايا بالأحمر هنايا شنو عندنا؟ عندنا وريد، إذا وريد رئوي، وريد رئوي، إذا 2 هنايا. 3، لاحظ 3، 3 هو القلب، طبيعة الحال 3 هو القلب. رابعا شريان رئيسي، شريان رئيسي، إذا هذا شريان رئيسي، شنو غنديرو؟ رقم 4. بالنسبة لرقم 5، أين هو 5؟ 5 هو هذا، 5 كنتكلمو على شريان رئوي، شريان رئوي، نعم، إذا شريان رئوي هو 5. بالنسبة لـ 6، 6 هي دورة دموية صغرى، نعم. 7 وهو وريد أجوف، نعم. بينما دورة دموية كبرى هي رقم، إذا هادشي اللي كاين، رقم 1 عندنا شعيرات دموية، رقم 2 وريد رئوي، رقم 3 عندنا هو القلب، رقم 4 هو الشريان الرئيسي، رقم 5 كنتكلمو على شريان رئوي، رقم 6 كنتكلمو على دورة دموية صغرى، رقم 7 كنتكلمو على وريد أجوف، وثامنا دورة دموية كبرى. ندوزو السؤال الموالي، سؤال 2، لاحظوا جوبسيرف لي ديسان 2 اي 4، غادي نلاحظ هاد الصورة 2 و 4، 4 هي هادي دورة دموية. Et je détermine le rôle de chaque organe en remplissant les vides. وغادي نبين الدور ديال كل عضو وغنعمر داك الفراغات. نبداو لو كور جو لو رول دو، اذا الدور ديال القلب اين يتجلى؟ لاحظ هنايا الا جينا لاحظنا هنايا القلب هو هذا، اذا لو كور اونتر بارونتيز بومب يعني واحد المضخه، دونك الدور ديال بومباج صافي بيان بومبي بومبي لو سون par du corps vers les organes. اذا هنايا الدور ديال القلب كيتجلى في انه كيضخ الدم الى مدى من القلب الى الاعضاء كما قلنا الفوق في الفرضيات. اذا الفرضيه ديالنا هنا صحيحه، اذا غراس او، اذا باستعمال ماذا؟ اذا كيضخ الدم في الاعضاء باستعمال لي زارتير صافي، باستعمال لي زارتير. اذا غنديرو لي زارتير، ها هما لي زارتير يعني الشرايين. Il revient vers le cœur grâce au kirjou. وداك الدم كيرجع الى القلب باستعمال ماذا؟ باستعمال ليفين يعني الاورده. اذا عندنا الدور ديال القلب كيتجلى في البومباج يعني كيضخ الدم، لاحظ كيضخ الدم الى الاعضاء. لي زارتير كيديروا انت كيضخ الدم، ها هو مضخه كيضخ الدم باستعمال لي زارتير، ها هما باستعمال لي زارتير باش كيجيو لي زورغان، وباش يرجعوا من لي زورغان للقلب كياخذوا الاتجاه ديال لي فان يعني الاورده، كيمشيو مع الاورده هكا حتى كيرجعوا للقلب. دا لاحظ هنايا بالنسبه لي زارتير الدم كيكون غني باش اون دي اوكسيجين دو كور فيغ لي زورغان يعني من القلب الى العضلات او من الى الاعضاء. الدم كيكون غني بالديوكسيجين بالاكسجين ثنائي الاكسجين، اما من الاعضاء الى القلب الدم كيكون غني بديوكسيد دو كربون يعني بالسي او 2 لي زورغان فيغ لو كور. اذا هذه هي شيما سامبليفي اكسبليكون لا سيركولاسيون سانغين. اذا بهاد الطريقه هذه عرفنا الدوره الدمويه. اذا لو كور جو لو رول دو بومبي، لو سون بار دو كور فيغ لي زورغان غراس او زارتير. Il revient vers le cœur grâce aux veines.
Les capillaires sanguins sont un lieu d'échange, يعني donc les capillaires sanguins, شنو هما les capillaires sanguins هما الشعيرات الدمويه، يعني على مستوى الشعيرات الدمويه كيتم داك ليشونج، داك التبادلات، صافي؟ لاحظ هنا، هنا قلنا الشعيرات الدمويه وكذلك هنا الشعيرات الدمويه، وبالتالي على مستوى هذه الشعيرات الدمويه يتم احداث داك التبادل، تبادلات من الاورده الى الشرايين، صافي؟ إذن هذا الشيء اللي كاين، وغندوزو الآن إلى الملخص باش نكتبو هذا الملخص. انتبهوا معايا لأنه الملخص ما عندكمش هنا. إذن أستخلص غادي نكتبوه هنايا في هذه الورقة مستقلة، انتبهوا معايا. إذن أستخلص نقولو القلب عبارة، القلب عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مضخة. إذن القلب عبارة عن مضخة تدفع، تدفع ماذا؟ تدفع الدم، تدفع الدم إلى جميع، إلى جميع أعضاء الجسم، نعم أعضاء الجسم عبر ماذا؟ عبر العروق الدموية، عبر العروق الدموية تنقل الشرايين. إذا الشرايين كدير؟ كتنقل لنا، تنقل الشرايين مواد القيت، إذا كتنقل لنا مواد القيت والأكسجين، والأكسجين وتحمل الأوردة، وتحمل الأوردة نفايات، وتحمل الأوردة نفايات. إذا ملي كنتكلمو على الأوردة كتحمل نفايات، حنا شفناها لهنايا بأن الأوردة هما لي فان اش كيديرو؟ كينقلو داك الدم اللي ماجي من لي زوغان الأعضاء إلى القلب، يعني هاد الدم هذا كيكون فيه ديوكسيد دو كربون، يعني لي ديشي، يعني فيه سي او 2، وبالتالي فيه داك البقايا ولا النفايات. نعم اذا نكملوا. اذا نفايات كثنائي، هاي كثنائي اكسيد الكربون، اكسيد الكربون للتخلص، للتخلص منها. اذا كنتخلصوا منها، ويتم ماذا؟ ويتم على مستوى، على مستوى ماذا؟ ويتم على مستوى الشعيرات الدموية، الشعيرات الدموية، الدموية داك التبادل، نعم التبادل بين الأعضاء والدم. إذن التبادلات، داك التبادلات كتم فين؟ كتم على مستوى الشعيرات الدموية. إذن نعاودو نقراو هاد الملخص. إذن القلب عبارة عن مضخة، إذن مضخة بومبي، بومبي كوا؟ بومبي دو سون فيغ لي زورغان، يعني مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر ماذا؟ عبر العروق الدموية. إذن ديك العروق الدموية هي اللي كتساهم في داك الضخ ديال الدم. تنقل الشرايين، إذن الشرايين ماذا تفعل؟ تنقل مواد القيت والأكسجين. حنا قلناها هاو الشريان اش كينقل؟ كينقل من القلب إلى الأعضاء الدم اللي هو غني بثنائي اكسيد الاكسجين، عفوا ثنائي الاكسجين، نعم، ومواد القيت كذلك. وتحمل الاورده، بينما الاورده كتحمل نفايات كثنائي اكسيد الكربون. ها هي الاورده من لي زورغان، من العضلات او لا من الاعضاء، كتنقل لنا نحو القلب، كتنقل لنا دم غني بثنائي اكسيد الكربون، يعني بالنفايات للتخلص منها بطبيعه الحال. ويتم على مستوى الشعيرات الدمويه التبادل بين الاعضاء والدم. على مستوى الشعيرات الدمويه كيتم داك التبادل، وغادي نشوفوا هذه وغنتبهوا لها هنايا، ها هو على مستوى هذه الشعيرات الدمويه كيتم داك التبادل. الان غادي ندوزو باش نديرو اطبق، اذا انتبهوا معايا اطبق، اذا اطبق هي هذه، غادي نطبقوا داك الشيء اللي تعرفنا عليه في هذه الحصه. اذا اطبق، انطلقت كرية حمراء مكون للدم. إذا الكريات الدموية كاين كريات حمراء، كريات بيضاء إلى غير ذلك. إذا انطلقت كرية حمراء من القلب لتعود إليه من جديد، يعني انطلق الدم من القلب وعاد إليه من جديد. من طبيعة الحال هو غادي يرجع، إذا من طبيعة الحال بأن هذه الكريات الدموية الحمراء غتمشي من القلب غنية بثنائي الأكسجين نحو الأعضاء، وغترجع غنية بثنائي أكسيد الكربون والنفايات. نعم، إذا شنو في نظركم ذاك الاتجاه أو المسار الذي قطعته الكرية لتكمل دورتها؟ إذا شنو هو المسار اللي قطعته هذه الكرية ديال الدم باش تمشي من القلب تمشي الأعضاء وترجع إلى القلب عاوتاني؟ إذا المسار راه بسيط جدا، غادي نبداو أولا بالقلب، القلب من القلب غتمشي نحو الشريان،
او الشرايين شريان. اذا هذا الشريان علاش؟ لان القلب هنا غيدي على حساب الشريان. من الشريان ها هو الشريان غيهود غادي يمشي 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 غيجي نين؟ الشعيرات الدمويه، على مستوى الشعيرات، على مستوى الشعيرات الدمويه كيتم داك التبادل. ثم غيمشي للعضو، العضو الشعيرات الدمويه غيمشي للعضو. لاحظ العضو هو هذا، عن طريق العضو غيمشي الشعيرات عاوتاني الدمويه، الشعيرات الدمويه. ثم غيمشي للوريد، ومن الوريد، اذا الوريد نتكلموا على الوريد هو هذا، ومن الوريد نحو ماذا؟ نحو القلب عاوتاني. اذا هذه هي الدوره، او لا المسار الذي قطعته الكريه لتكمل دورتها الكامله. سؤال موالي: احدد طبيعه الدم على المستوى الرئوي ومستوى الاعضاء بخصوص الغازات التنفسيه ومواد القيت باستعمال مصطلحات غني وفقير. احنا شفناها الفوق بانه على مستوى اورده النقل ديال الدم من القلب الى الاعضاء كيكون غني بثنائي الاكسجين، بينما النقل ديال الدم من الاعضاء الى القلب كيكون غني بثنائي اكسيد الكربون. اذا الا بغينا نديرو هاد الطبيعه ديال الدم على مستوى الرئوي ونستعملو داك فقير وغني، اذا نديرو بعدا الرئه، المستوى الرئه، اذا خارج الرئه، خارج الرئه غني ب O2، اذا غني بثنائي اكسيد ثنائي الاكسجين، بينما داخل الرئه، كنتكلموا على داخل للرئه هذا الدم غني، باش كيكون غني بالسي او 2 بثنائي اكسيد الكربون. تكلموا مثلا على عضو معين، مثلا المعي، تكلموا على المعي مصران، عندنا داخل وفقير بمواد القيت، فقير بمواد القيت، بينما خارج غني بمواد القيت. لان هذا هو الاستنتاج اللي ممكن نوصلوا ليه. صافي، بالنسبه لا ديرنيير كاستيون، جو كوش لا كاز دو لا فراز كوريكت، غادي ندير علامه على الجمله الصحيحه. لارتير ابورت لو سون دي اورغان او كور، كيقول لك بان الشريان كينقل الدم من الاعضاء الى القلب، هذا خطا، اذا العكس، من القلب الى الاعضاء. لا فين كوندوي لو سون دي اورغان فيغ لو كور، الوريد كينقل لنا الدم من الاعضاء الى القلب، وهذا أمر صحيح. إذن هذا السؤال هذا أو هذا الجملة هذه صحيحة، هذه الجملة الصحيحة هي الجملة الثانية. هانتي إذا رجعتوا لهنايا الفوق نلقاو لي زارتيغ، اش كيديرو؟ كينقلو لنا الدم، هاو كينقل لنا الدم منين؟ من القلب لين الأعضاء. والفان اش كيدير؟ كينقل لنا الدم من الأعضاء، ها هو العضو، نحو القلب. صافي، إذن هذا والجواب صحيح. وبهذا غادي نكون كملت هذا الفيديو. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس. كنت معكم من الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.